شكرا الزميل عبد الله المصعبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا الاخوه مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم في هذا اليوم وصباح هذا اليوم الثلاثاء. الاول من شهر ديسمبر لعام 2015 ميلادية، الموافق 19 من شهر صفر لعام 1437 هجرية، حيث تستكمل برامجي ومنافسات سباقات وتأهيل الهجن العربية الأصيلة على الهواء مباشرة من هذا الميدان، ميدان المرموم لسباق الهجن العربية الأصيلة تحفة ميادين السباق. سننطلق مع أشواط هذا اليوم الـ12 الخاصة بسن الثنايا لأبناء القبائل من مسافة 8 كيلومترات، سباق يبحث الجميع فيه عن الناموس والتأهيل إلى الختاميات، ويبحث أيضا الجميع عن الجوائز النقدية القيمة. نحيي أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الكرام أبطال الإمارات شهداء الواجب ونصرة الحق في اليمن الصديق والشقيق، حيث كان يوم الأمس ويوم الشهيد تكريما لأرواح شهدائنا وأبطالنا وأبطال نصرة الحق ومساعدة المظلوم. هنيئا للإمارات ولعائل هؤلاء الشهداء، هنيئا لحكومتنا الرشيدة بولاء أبناء وطننا الكبير، وطننا الحبيب الذي يحمل في قلوبنا ونحمل له في قلوبنا المكانة الكبيرة والولاء والوفاء في كل مجال. انطلق شوطنا مشاهدين الكرام معلنا بداية أصايل محليات لأبناء القبائل كما ذكرت على أرض ميدان المرموم 8 كيلومترات. مسافة هذا الشوط ينطلق في هذا الشوط حوالي 29 شعار كلها خاصة بأبناء القبائل تتنافس على أرض ميادين السباق في كل وقت وفي كل مكان، شعارات غنية عن التعريف لها صولاتها وجولاتها أيها الإخوة في ميادين السباق. نبدأ مباشرة مع المراكز الأولى مع أول الأسماء المتقدمة في المحليات الأصايل من الثنايا البكار، حيث اندفع هذا الشوط بقوة متجها من البداية إلى خط النهاية للبحث عن الناموس. مقدمة هذا الشوط أصبحت من نصيب مزاج للسيد مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي، ضيف قادم من سلطنة عمان الشقيقة، يقود هذه المسيرة، بينما من الجانب الثاني الجانب الثاني مردودة تعود ملكيتها للسيد سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري. النقلة الثالثة على المركز الثالث أحد ضيوفنا الكرام القادمين من دولة قطر الشقيقة، وتحمل متعبة هذا الشعار السيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، بينما اللي من الجانب الآخر تحتل المركز الرابع مشاهدينا الكرام. هناك في المركز الخامس صمت للسيد منصور بن علي بالخصم الاجتبي، والمركز الرابع نعلن باسم الطيارة الإغلام بن موسى بن أحمد البلوشي. نقلة إلى المركز السادس، المركز السادس يأتي دور تواصل تعود ملكيتها للسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري، بينما نرى في سابع المراكز على الهواء مباشرة وعلى الكادر التحتاني من شاشة التلفزيون وغى للسيد محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. المركز الثامن اللي هي مرور للسيد حميد بن راشد بن حميد لغويص السويدي. المركز التاسع مشاهدينا الكرام من هناك مرور للسيد حميد بن راشد بن حميد بن غويص السويدي. المركز التاسع اللي هي طرب للسيد مصبح بن عبيد بن عديل
العلي. مصبح بن عبيد بن عديل آل علي، ونكمل لداءنا من خلال التعرف على المركز العاشر واللي تحتله اللي هي الشاهينية لمحمد بن راشد بن سعيد الاشتبي. هذه إذا مشاهدينا الكرام 10 مراكز. نحن الآن في انطلاقنا، قد يكون هناك الرباعة وقد تكون الرباعة هي من تحتل المركز العاشر السيد محمد بن سالم بن دري الفلاحي في عاشر المراكز. هذه نتيجتنا وهذه أسماءنا مشاهدين الكرام، بينما مردودة اللي غيرت الأمور واحتلت المركز الأول وانتقلت انتقالة ممتازة إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سلطان بن عبد الله بشر الخاطري المعلن بقوة وجود هذا الشعار في صباح هذا اليوم، وخاصة في شوط الأصايل المحليات. نستكمل نداءنا مشاهدي الكرام من خلال بدايتنا بالمركز الثاني من هنا، حيث نرى مزاج للسيد مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي تحتل المركز الثاني. المركز الثالث صمت للسيد منصور بن علي بالخصم الاجتبي، والمركز الرابع اللي هي وغى للسيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، و المركز الخامس اللي تقدمت في هذه اللحظات طرب للسيد مصبح بن عبيد بن عديل آل علي، والمركز السادس أصبح من نصيب الطيارة للسيد غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، بينما المركز السابع أيها الإخوة مشاهدين الكرام اللي هي تواصل لسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري ثامن المراكز، مرور لسيد حميد بن راشد بن حميد بن غويص السويدي. المركز التاسع ضيفتنا القادمة من ميدان الشحانية في دولة قطر شقيقة، وخاصة بهذا الشعار اللي هي متعبة لسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. مرحبا بضيوفنا الكرام في كل الميادين وفي كل الأوقات. المركز رقم 10 مشاهدينا الكرام هي الشاهينية لسيد محمد بن راشد بن سعيد الاشتبي. هذه مرة أخرى أسماءنا العشرة المتقدمة على الهواء مباشرة، واليوم مركاضنا مركاض الثنايا، مسافتنا مسافة الكلاسيكية والتقليدية لهذا السن ومنافسات الهجن اللي وصلت إلى هذا السن من خلال انطلاقنا على أرضية ميدان المرموم. نتمنى كل التوفيق لكل من جاءوا وكل من انطلقوا في صباح هذا اليوم على هذا المضمار، مع أمنياتنا لهم بالنجاح، خاصة ونحن في بداية هذا الموسم، موسم 2015-2016 الحامل للكثير من المفاجآت المخبأة في أوله وآخره. انطلق عددنا، انطلقت شعاراتنا العشرة متجهة إلى إكمال منتصف مسافة هذا الشوط الأربعة كيلومترات الأولى، وبعد ذلك نبدأ بالعد التنازلي للأربعة كيلومترات الأخيرة. مردودة لا تزال هي سيدة الموقف المسيطرة على مقدمة هذا الشوط المتحفظة تحفظ قوي في المركز الأول، ومهدية لجماهير هذا الشعار وعشاق هذا الشعار هذا الثبات وهذا البقاء في المراكز المتقدمة، خاصة المركز الأول. مردودة يا مردودة، سلطان بن عبد الله بالشر بن حميد، سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري هو مالك مردودة اللي زج بها في هذا الشوط، متمنيا لها التوفيق، ونحن أيضا بدورنا نتمنى التوفيق لمردودة وللجميع. المركز الثاني وصلت وغى، أظن ممثل مرغم هذا الشعار، شعار يمثل مرغم دائما في المسابقات خاصة في المحلية والدولية، اللي دوم يعني يجيب لهم سلامات من الدولة في جميع أنحاء الدولة وخارج الدولة، خاصة في ميدان الشحانية. وقال السيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير تحت المركز الثاني في هذه اللحظات، آملين لها التوفيق وللجميع من المشاركات. المركز الثالث، نعود إلى ثالث المراكز، 3 كيلومترات على خط النهاية. المركز الثالث
اللي هي طرب لسيد مصبح بن عبيد بن عديل آل علي محتل المركز الثالث. دور الرابعة اللي هي مرورها مميز وممتاز، خاصة أنها تتقدم رويدا الآن تحتل المركز الرابع ومتجهة ومارة إلى المركز الثالث. مرور تعود ملكيتها لسيد حميد بن راشد بن حميد بن الغويص السويدي. المركز الخامس اللي هي صمت لسيد منصور بن علي بن الخصم الاشتبي. المركز السادس هذه ما ذعناها من الندائين الأولين، اللي قادمة أيضا الشايبر سيد محمد بن حمد بن هيان العامري المعلن للهجوم على مقدم تحتل ملاك لسعيد بن صالح بن حمد بن حول المري أحد ضيوفنا الكرام من دولة قطر شقيقة أو من المملكة العربية السعودية شقيقة. مرحبا بالجميع. أمهار قادمة للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي اللي تليها في المركز التاسع. المركز التاسع رقم 18. المركز التاسع تواصل لسيد هلال بن سالم الطراف المنصوري. بناخذ العاشرة يا جماعة، ما باقي إلا العاشر الشهواني، الشهلاء غيره. هناك صنعاء للسيد حسن عبد الله بن غليطه الغفلي. نتمنى التوفيق لصنعاء ولشعبها الكريم. مشاهدينا الكرام، هذه النتيجه ومردوده عند لوحه الكيلومترين الاخيرين. لا زالت في 6 كيلومترات في سيطرة على مقدمة هذا الشوط وفي رقص وثبات يعني. لكن دير بالك يا بشر، ما باجي إلا القليل، راح الكثير 2 كيلومتر. نتمنى أن يكون الصمود أقوى من ذلك، أقوى الصمود والثبات في مقدمة الشوط كما كانت مردودة اللي يردون لها الناموس إن شاء الله، وبترد الناموس هذا الشعار 1800 متر على خط النهاية. مردودة يا مردودة سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري، لكن ممثل مرغم الدائم هل سيصمت كثيرا؟ أرى بشعار تحمل وغى في المركز الرابع السيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يحتل المركز الثاني. المركز الثالث مرور المارة إلى المركز الثالث، واللي حاطة عينها على مقدمة الشوط مرور تعود ملكيتها لحميد بن راشد بن حميد بن غويص السويدي. والمركز الرابع ملاك لسعيد بن صالح بن حمل بن حول المري ضيفنا قادم معلن خطورة على مقدمة شوط. أمهار في المركز الخامس للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي. المركز السادس اللي هي مثايل، أول إذاعة لمثايل، ديروا بالكم من مثايل وعلى مثايل. عبد الله بن سعيد بن دنون لعفاري 1200 على خط النهاية. يا سلام، بدأ الانطلاق كيلو 200 متر والآن نتجه إلى الكيلومتر الأخير. مردودة صامدة صامدة مردودة، لكن قدوم وغى الخطيرة، وغى المشكلة الكبيرة في هذه المقدمة وهذا الشوط. بينما مردودة القادمة لتهدي الناموس، الله ضيفنا أعلن الهجوم، أعلن القدوم إلى المركز الأول من خلال مشاركة هذه البكرة. ملاك ما شاء الله، ملاك تبارك الله، ملاك ضيف من ضيوفنا الأعزاء أبناء دول مجلس التعاون اللي يسعدوننا ويأنسوننا في مشاركاتهم وفي انطلاقهم معنا هنا في ميدان المرموم. ولكن وغى قادمة، دير بالك يا بالحول، وغى قادمة. يا سلام وغى وملاك، ملاك وغى سلام يا مرغم، سلام مع هذا الشاب راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي. مالك وغى اللي اعلن الحضور القوي، اعلن التواجد المثير للجدل، اعلن خطف الناموس، اعلن التهاني، واهدى اخواننا في مرغم التحية والسلام والاحترام. وعندها رمز في الموسم
الموسم الماضي في الشحانية، يعني من الأسماء المرشحة وغى في هذا الموسم. سلام 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 يا مرغب سلام، تهانينا السيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتماعي على فوز وغى بالمركز الأول. المركز الثاني ملاك سعيد بن صالح بن حمد بن حوالي المري ضيفنا العزيز. المركز الثالث مردودة سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. المركز الرابع مثايل عبد الله بن سعيد بن دنون الاعذاري. والمركز الخامس امهار السيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسه الاولى والمراكز الثلاثه الاولى. بنشوف التوقيت اللي قدمته وغا. هذه هي وغا قاطعة 8 كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 50 ثانية وثمان أظني سالم ثمان أجزاء من الثانية. التهاني والناموس للسيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا والناموس وتهانينا لأخواننا المقيمين واللي دوم يأتيهم سلام وتحية واحترام من ميادين السباق، خاصة مع هذا الشعار ومع شعارات كثيرة تمثل الناموس لهم وتهديهم إياه. أخواننا في مرغم المركز الثاني ضيفنا القادم بقوة للمنافسة في شوطنا الأول. شوط الثنايا المحليات الأصائل 12 دقيقة وثانيتين وسبع أجزاء من الثانية. هذه هي ملاك لسيد سعيد بن صالح بن حمد بالحول المري أحد أخواننا ضيوفنا الأعزاء. مرحبا به من وين ما جانا، إن كان من أبناء دولة قطر مرحبا بضيوفنا هل الشحانية، وإن كان من المملكة العربية السعودية أيضا مرحبا بأخواننا أهل ميدان الجزيرة وميدان الملك فهد. مرحبا بكل من جاءنا في ميداننا وفي إماراتنا الحبيبة، إمارات الوفاء، إمارات العطاء، إمارات الكرم، إمارات الشهداء الأوفياء الذين أثبتوا قوة الولاء لعلمها وشعارها ورايتها المرفوعة. نتمنى أن يوفق الجميع في أداء مهامه وأن نقدم ما نستطيع من حب وولاء ووفاء لإماراتنا الحبيبة وخليجنا العربية. أيها الإخوة مشاهدينا الكرام، شوطنا الثاني أعلنت انطلاقته قبل قليل وهو شوط أصايل مهجنات لأبناء القبائل 8 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نتمنى التوفيق. يحمل 24 شعار.